السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. هذا اللقاء هذا اليوم رسم إقصائيات كأس العرشية. الدور الثالث. الدور الثاني. الدور الثالث. الدور الثالث هذا. الدور الثالث. شي كلمة. وكنتمناو تدوز المقابلة في جو أخوي بين الفريقين، وكنتمناو اللي فاز يحمر وجه كرة اليد الدكالية والجديدية بصفة عامة. كلمة أخرى حول تأخير المنح. تأخير المنح هذاك الشيء كيرجع الناس مسؤولين، ولكن حنا اللي مضرورين هما اللاعبين، ماشي حنا اللي مضرورين كمكتب المسير ولا كرؤساء الجمعيات. راه اللاعبين إلا ما تصرفاتش المنح راه غادي نشوفوا على حساب أنه غادي تاخذ شي قرار بماشي هذاك اتفاق مع المكتب المسير باش تقدر تنسحب كامل ولو من الكأس. سي هاني عبد الله الجديد أنيوس كتشكر. غريب شعيب، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. المقابلة اليوم برسم الدور الثالث ديال إقصائيات كأس العرش، عصبة الدكالة عندها بطبيعة الحال. اش يمكن لك تقول لنا على بداية هذه المقابلة هذه وشنو الملاحظات اللي عندكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على هذه الالتفاتة وعلى حضوركم لهذه المقابلة التي تندرج في إطار الدور الثالث من إقصائيات كأس العرش للموسم الرياضي 2013-2014. فيما يخص المقابلة فهي مقابلة محلية وتكتسي صبغة هامة، حيث أن اللاعبين يعرفون بعضهم البعض وكلهم من أبناء مدينة الجديدة، وهذا اللي غادي يخلي واحد الحدة والتنافس خلال المقابلة. بخصوص واحد النقطة أخرى بالنسبة لمدينة الجديدة، كيف طرحت على الرئيس ديال الفريق رجاء الجديدي، هي أنكم الفكرة اللي عندكم حول هذا التأخير ديال المنح واش ما عندوش شي تأثير على أداء الفريقين؟ طبيعة الحال، فاحنا دائما كنا كالنادي وكان النادي الجامعي الجديدي لكرة اليد سباق للتنديد بهذا التأخير وبهذه المحسوبية والزبونية التي تطال في توزيع المنح، حيث أن الفرق المحظوظة والمنتمية والحزبية تستفيد بما فيه الكفاية بملايين من السنتيمات، في حين أن الفريق الضعيفة والمستضعفة والمغلوبة على أمرها فهي تستفيد بالفوتات، بحيث أنها تندرج ما بين 10,000 درهم و 12,000 درهم و 20,000 درهم، فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع. شكرا. نتمنى من السيد العامل ومن السيد والي جهة الدكالة عبدة بالتفات إلى هذه المنطقة وبالخصوص إلى الفرق الضعيفة للوقوف على الحقيقة والوقوف كيفية توزيع المنح حتى لحد الساعة، وأننا لم نتوصل بمنح جهة دكالة عبدة اللي كان من المحتمل باش تكون سباقة بصرف المنح إلى حسابات الأندية والجمعيات الرياضية، في حينها لا زالت في نوم عميق، وحتى أن الهاتف الذي أعطي لنا لنسأل عن مصير المنح فهو يرين ولا أحد يجيب. إذا استهتار كامل. شكرا سي المغارب. ميرسي بوكو. ميرسي. شكرا لك.
لكم بالتأهل الدور المقبل، اش بان لك في النتيجة والأداء ديال الفريق؟ وفريق النادي الجامعي الجديدية تحسن من حسن إلى أحسن، وحنا كنادي كنعتمدوا على الطاقات المحلية، لأن جلب اللاعبين من خارج مدينة الجديدة لا يجدي في شيء، وإن دل هذا على شيء فإن ما يدل على أن بعض الأندية المتواجدة بمدينة الجديدة فهي تعمل على جلب لاعبين كل سنة من خارج مدينة الجديدة وتقف عند حدها. فأين هي؟ أين هو الخلف؟ أين هم فئة الفتيان والصغار والشبان وما إلى ذلك؟ أنا بدوري وكما كتعلم الأخ عبد السلام فأنا دائما أعتمد على الطاقات المحلية. اخر نداء اللي غتقدر تعطي للمسؤولين بعدا على الشان المحلي باقليم الجديده ككل؟ النداء اللي كنوجه لهاد الناس المسؤولين على الشان المحلي بمدينه الجديده ديريكتومون سي سجدة عبد الحكيم رئيس الجامعه الحضاريه. سي عبد الحكيم سجدة، حنا كنطلبوا منك كمكتب مسير لنادي الرجاء الرياضي الجديدي بان الفريق هذا بانه راه كيمارس ماشي بحال فرق اخرى اللي كما كنقولوا فرق أشباح ماشي حتى غير موجودة غير في الأوراق وما موجوداش ما عمرها شاركت وما عمرها غادي تشارك نهائيا لأن التمنحات. وبالنسبة لهذا الفريق هذا خاصكم تعاونوا، وصفتك أنت رئيس مجلس بلدي كنتمنى أنك تدخل في هذا الشأن هذا، ولما لا احنا ما باغينش بغينا المنحة باش نسيروا مجريات ديال البطولة ديال القسم الوطني الثاني، وكنتمناو بأن هاد النداء هذا يلقى واحد الصدى عند الناس المسؤولين. بغض النظر على النداء حول المنحة، نداءكم لنفس المسؤول حول القاعة وحول أماكن التدريب والمقابلة؟ حول القاعة صراحة بأن القاعة كتعيش محسوبية وزبونية من طرف المكلفين على الشأن الرياضي بالقسم الرياضي بالملحقة الجماعة الحضرية، لأننا ما يمكنش أن فريق عندنا دراري كيقراو عندنا لاعبين موظفين ما نقدروش نجيبهم من 11 لاروك ديال الليل حتى 12 ونص ديال الليل، راه ما كاين حتى شي فريق في العالم ولو تمشي لدول القرن الإفريقي. السي هليلي ربما غادي نعطيك الإجابة اللي كيقولوها لينا حتى حنا نيت دائما، ألا وهي كاين هناك اكتظاظ في القاعة، العدد ديال الجمعيات في تزايد مستمر، كل سنة كيتزادوا جمعيات جديدة. ألور إذا كانت البرمجة من قبل بواحد الطريقة فدروك صعاب على المجلس البلدي، وكنقولها بصراحة أنهم يديروا البرمجة جديدة بهذه الطريقة، فأنتم واش عندكم شي اقتراح حول طريقة البرمجة اللي غادي يمكن طريقة الاقتراح؟ أنا اقترحت على رئيس القسم السيد موسى معتصم، اقترحت عليه بأن إلا بغينا نفكوا المشكل ديال البرمجة ديال القاعة بأن كل رياضة تمارس في نهار واحد، كل قطاع كرة اليد ياخذ حصة ديالو من 10 ديال الصباح حتى الليل، والفولي ياخذ من الصباح حتى الليل، وهذا ما يبقاش داك الاختلاط، هذاك الاختلاط ديال الرياضة هو اللي كيجعل انه عدم برمجة ديال الفرق. داكور سي هليلي، إلا درنا هذه الطريقة اللي قلتي مثلا الاثنين كاينه كرة اليد، الثلاث
كره الطائره الاربعه كره السله هادو هما اللي كاينين هادو هما الرياضات اللي كاينين اللي كيمارسوا في القاعه الكبرى الخميس كره اليد والجمعه كره الطائره كره السله امتى غادي تكون ياخذوا الاثنين والثلاث والاربع ياخذوا هاد السبور واليوم اللي بقى تقسم على الرياضات كامله داكوك غادي نزيد نمشي معاك بعيد السي هلال عبد الله العدد ديال الفرق ديال كرة السلة ماشي هو العدد ديال الفرق ديال كرة اليد ماشي هو العدد ديال الفرق ديال كرة الطائرة والفئات ماشي هو نفس العدد كرة اليد وكرة الطائرة أكثر من كرة السلة كرة السلة كاين جوج ديال الأندية وبالنسبة للفئات الأخرى كاين الفرق اللي عندها الفئات الصغرى وكاين الفرق اللي ما عندهاش فئات صغرى إذا كاين الفرق اللي عندها الإناث وكاين الفرق اللي ما عندهاش إناث راه لا فين كتصعب الأمور هذه معقولة ولكن بالنسبة لنا حنا كنادي كنمارسو وتجي تجيب الدراري مع من 11 لاروب ديال الليل 12 ونص ديال الليل راه ما يمكنش فعلا هذا امر غير مقبول ما يمكنش وبالنسبه حتى الملعب ديال هو الطرف ما فيهش غير صالح ما فيهش مرافق ما فيهش لا فيستيرات لا بوطوات فين غادي نخدموا ما حتى التراساج ديال التيران ما كاينش ما كيبانش كيفاش غادي تدخل اللاعبين وتخدم بهم إذن المشكل اللي كيبقى ماشي هو مشكل سير بل هناك مشكل ديال قاعات ديال قاعات راه حنا كيقولنا بان كاينه قاعه غتفتح من هنا لشهر 4 وفعلا حنا كل عام كل عام فعلا وكنسمعوا الوعد راه تبنات القاعه فين هي قاعه خميس زمامره تبنات قاعه خميس زمامره الا كنا محسوب على خميس زمامره مشو خميس زمامره ايوا باش يعني خميس زمامره تبنات في قاعه ومدينه جديده باقا ما فيها حتى شي حاجه غادي نزيدك عاوتاني الادهى من ذلك انه الان كاين اتفاقيه ديال شراكه سيره كتوقع حاليا ما بين شباب سيدي اسماعيل يعني ما بين سيدي اسماعيل وحول انشاء قاعه بزاويه سيدي اسماعيل اذا زاويه سيدي اسماعيل غتكون فيها حتى هي قاعه حنا ما نمشوش بعيد حنا عطيو مثال بنادي شباب سوق السبت نادي شباب سوق السبت او كان كيلعب في قسم ممتاز ودابا حاليا فارق في المستوى عنده لاعبين شبان والتاطير من طرف السيد الرئيس خالد المرابط اللي كنوجه ليه الشكر الجزيل في المساعده ديالو ليا انا بالذات بالنصائح ديالو ما كيبخلش عليا اي حاجه وبالنسبه لشباب سوق السبت اللي هو واحد المدينه صغيره ودابا قاعه في طور الانجاز قريبه تكمل فان مدينه الجريده اللي واقع هو كاينه الصراعات المكتب اللي كيجي كيقول لك غادي نديروا قاعه اذا 2027 وقيله سي هاليلي ماشي صراعات وانما لوبيات كاين فرق ما بين صراعات تقدر تكون من اجل المصلحه العامه ما لوبيات حاجه اخرى ناخذ واحد مثال قاعه بن شقرون اللي تبنات السعاده هذيك علاش تعطات الناس اللي سدوها دون ذكر الاسم ديالهم عارفين روسهم تعطات الجامعة الملكية المغربية للمصارعة في شخص سيد فؤاد مسكون يعني عندنا ما كنخزنوها يعني هاد الناس هادو بأي حق وبأي موجب حق يعطيهم هاد القاعة من حق هاد الجمعيات إلا مشاو هذيك القاعة فعلا صغيرة ولكن إلا تعطات الباسكت وتعطات الفولي غيتحل المشكل ديال قاعة نجيب النعام ماشي قاعة مسدودة ما كاينش لها حتى شي واحد أنا مشيت لها مؤخرا غير الضوء الشاعر غير العساس اللي وسط منا ساكن فيها وبالنسبه للقاعه ديال المكتب الشريف للفوسفات حتى هي ما كتستافدش منها المدينه ما كيستافدوش منها المدينه وقيلا هذوك الناس المكتب الشريف للفوسفات هما اللي ولاد المغرب هما اللي مغاربه اما حنايا جينا من قنت اخر هذوك هما اللي هم ووالديهم مغاربه اما حنايا ولاد الشعب راه حتى هما ولاد الشعب راه حابسهم غير الصور وحنا كنتمنوا من الجهه المسؤوله ان تدخل وتمنح لنا ديك القاعه ونديروا التزامات باننا غنحافظوا على المستودعات ديال الملابس نستافدوا غادي نديروا التزامات بالحفاظ على المعدات الرياضيه وهذا سي عبد الله خويا بلا التزامات بلا حتى شي حاجه هذيك القاعه مجبرين مسؤولين عليها انهم يرخصوا للناس ديال هذه المدينه اللي بطريقه او باخرى كيساهموا في التلوث ديال المدينه عن قرب ولا عن بعد التلوث هذيك القاعه فين محطوطه في ارض ديال المدينه
دونك خاص تستافد منها الساكنه ديال المدينه، اما باش يستافدوا منها هما بوحدهم حاجه اخرى. هاد النداء بالاخص ديال قاعه المكتب الشريف وصفات كنوجه نداء العامل صاحب الجلاله على مدينه الجديده ووالي الجهه ووالي جهه الدكالة عبده بانه باش يدخل لينا عند هاد الناس هادو باش نستافدوا منها. راه ما كاينش المشكل انه هذيك القاعه ما مستافدينش منها حتى الناس ديال 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 المصابي، بانه فريق الرجاء الرياضي الجديد كيتوفر على 11 لاعب كيشتغل من مكتب الشريف بالفوسفات، لانهم ما لقاوش واحد البيئه اللي نقيه فين يخدموا فين يمشيو انه يشتغلوا مع هذوك الناس ويخدموا معاهم ويلعبوا معاهم ويطوروا حتى، لانه هذوك الناس اللي مسؤولين عن القاعه ولا مسؤولين على الشان الرياضي مكتب الشريف بالفوسفات انهم هاملين الرياضه، وكل واحد كيقلب على المصلحه ديالو وكل واحد كيقلب على البوست ديالو باش ياخذ اللي بغاه وباش يدير اللي بغاه. وبالنسبه للساكن في مدينه جديده نيابه عن الساكن في مدينه الجديده كنوجه نداء لوالي جهه الدكالة عبده وعامل اقليم مدينه الجديده انه باش يتدخل. ما يمكنش حنا كنتحملوا التلوث ولي برودوي اللي كيخرجوا من مكتب الشريف وصفات وما كنستافدوا حتى شي حاجه غير الرائحه. يعطيونا غير فرصه لان الرائحه اللي كتخرج من مكتب الشريف وصفات راه صعيبه على الساكن، الامراض كثرات خاصنا فضاءات فين نخدموا مع الوليدات غير الرياضه باش الوليدات ما يبقاوش يمرضوا. انا كتلقاهم ناس يعني اللي نتوما سافتوا النداء ديالكم الان لوالي الجهه وعامل الاقليم. هناك جمعيات اللي كانت بصدد جمع توقيعات باسم رؤساء انديه وباسم ساكنه مدينه الجديده كيجمعوا توقيعات في اطار عارضه ولا طلب تدخل لصاحب الجلاله، غترسل الى الديوان الملكي لصاحب الجلاله. انا بالك في الظاهر انا من هذا المنبر هذا بصفة رسمية كنقدم حتى انا التوقيع ديالي على هاد العريضة او الطلب اللي غادي توجه الناس مسؤولين مدينة الرباط او بالاحرى الى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرياضي الاول بالمملكة، اللي كنوجهوا ليه هاد النداء بالتدخل من اجل فتح ابواب قاعة مكتب الشريف الفوسفات او على الاقل بناء قاعات، لان مدينه الجديده غادا وكتكبر وخاصنا مرافق للرياده باش على شكل باش ناطروا الشباب. ومن هذا المنبر كنزيد ناكد بان فريق الرجاء الرياضي الجديدي من هذه اللحظه هو موقع على هذه العريضه، وكنتمنى من صاحب الجلاله الرياضي الاول بانه يدخل لنا باش حتى حنا نشتغلوا جو رياضي. وبالنسبه للجمعيات الرياضيه راه هي كلها مجموعه على طالب واحد، الرياضه للجميع في مدينه الجديده وجهه الدكالة عبده. بصح حق موفق سي عبد الله غالي اللي في باقي مشوار ديال البطوله ان شاء الله، وكنتمنى الرساله توصل للمسؤولين. شكرا سي عبد الله. شكرا.